قناة الكتاب ومنذ نشأتها أخذ المسؤولون فيها على عاتقهم أن يكونوا جزءا من مشروع النهوض بحال الرياضة الفلسطينية من خلال مواكبة التظاهرات الرياضية في مختلف الألعاب. القناة أرادت أن تحسن ختام الموسم الكروي عندما قررت نقل نهائي كأس غزة بين خدمات رفح واتحاد الشجاعي على الهواء مباشرة في خطوة هي الأولى من نوعها. شمر العاملون في القناة عن سواعدهم وتحولت إلى خلية نحل على مدار 3 أيام كرست فيها كل إمكانيات القناة لإخراج الحدث بأبهى صوره وهو ما كان. الخطوة وبعد نجاحها منقطع النظير لاقت إشادات واسعة من وسائل الإعلام المحلية وسال حبر الكتاب، فها هو ماهر الزر الكاتب في موقع الأقصى سبورت يشيد من خلال مقال اختار له عنوان قناة الكتاب دخلت قلوب الجماهير من أوسع الأبواب. هذا العمل الذي نوعا ما ساعد رجال الأمن من خلال تخفيف الضغط على ملعب اليرموك الرياضي، ولولا أن هذه المباراة ما ذاعت على الهواء كان عدد كبير من الجماهير على مستوى قطاع غزة سيزحف إلى ملعب اليرموك، وهذا ما كان سيتسبب أزمة لرجال الأمن ولساعة ملعب اليرموك. قناة الكتاب نقلت الصورة الجميلة لرياضتنا الفلسطينية، وتم متابعة هذا اللقاء من الدول العربية المجاورة الشقيقة. هذا الإنجاز يحسب لهذه القناة العملاقة التي شكلت طفرة إعلامية في رياضتنا الفلسطينية، فكل الاحترام لكل من يقف على هذه القناة. عماد يوسف المحرر بموقع فيسكورا أشاد بنجاح القناة في خطوتها النوعية ناقلا مطالب فلسطيني الخارج للقناة بأن يكون هذا النقل بداية لخطوات أخرى أكبر. يوسف ختم مقاله بالثناء على مجهودات طاقم عمل القناة الذين بذلوا قصارى جهدهم للتغلب على الصعوبات التي واجهتهم في الميدان. اتحاد الكرة بدوره اعتبر نقل القناة للمباراة أحد أسباب نجاحها وخروجها إلى بر الأمان. حذو الفضائيات العربية في نقل مباريات الدوري العام في العام المقبل، لأنه يعني هاي حتكون بادرة لإعطاء صورة واضحة ومشرقة لشعبنا الفلسطيني وكل شعوب العالم. الصورة التي وصلت للمشاهدين في البيوت كان خلفها جنود تفانوا في عملهم حتى ولو كلفهم الأمر التعرض لإصابات لم تثنيهم عن إكمال رسالتهم. رغم الصعوبات والعقبات اللي واجهتنا في أرض الملعب والإصابة اللي تعرضت إلها، إلا أني رجعت بعد العلاج وكملت مع زملائي لنهاية العمل، ونتمنى أنه نكون نقلنا الصورة بشكل نال لرضا الجماهير. ختامها مسك شعار رفعته قناة الكتاب بنقل مباشر لنهائي الكأس، وحتى يحين الموسم القادم تعد القناة متابعيها بالعمل دائما على كل ما يؤكد أصول الرياضة.